بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد. مقرر المهارات اللغوية. ينقسم هذا المقرر إلى 4 محاور رئيسية. المحور الأول نتحدث فيه عن بعض الأبواب النحوية، نتحدث فيه عن الإعراب والبناء، وعن علامات الإعراب وعلامات البناء، عن إعراب الأسماء وإعراب الأفعال، ثم نتحدث عن أحكام العدد. يشكل هذا الجزء من هذا المنهج ما يقرب من 50%. المحور الثاني القضايا اللغوية. لدينا بعض القضايا اللغوية التي سوف تتم مناقشتها، تتعلق بأحكام التوليد والاشتقاق، والحديث عن نمو اللغة وعدم جمودها، ثم نتحدث عن بعض الأخطاء الشائعة. المحور الثالث دراسة عن المعاجم اللغوية، أبرز المعاجم اللغوية ومناهج التأليف في هذه المعاجم، ثم نأخذ أمثلة على استخراج معاني الكلمات من هذه المعاجم. نختم هذا المنهج بالحديث عن سير اللغويين، أولئك الذين أثروا هذه الحركة العلمية في هذا العلم الجليل. أرحب بكم وأكرر الترحيب وأحييكم مع القاعدة الأولى من قواعد المهارات اللغوية. القاعدة الأولى في اللغة العربية هي أقسام الكلمة. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. جميع مفردات اللغة تنتظم في هذه المسالب الثلاث، إما أن تكون اسم أو تكون فعل أو تكون حرف. القاعدة الأولى في النحو العربي الكلمة اسم وفعل وحرف، هذه هي القاعدة الأساس التي بني عليها هذا العلم، وأعني بالحرف هنا حروف المعاني وليست حروف المباني. فالحروف تنقسم إلى قسمين، حروف للمعاني وحروف للمباني. حروف المباني هي حروف الهجاء، ألف باء تاء ثاء، ليست هي المقصودة وليست هي قسيمة الاسم والفعل في هذا التقسيم، إنما المراد بها حروف المعاني والتي تحدث عنها العلماء. أذكر منها على سبيل المثال حروف الجر والعطف والتوكيد والجزم والنصب والتسويف وغيرها. قبل أن نتحدث عن أقسام الكلمة، هناك بعض المصطلحات التي استخدمها علماء اللغة في حديثهم أو في بدايات الحديث عن هذا العلم. 3 مصطلحات. المصطلح الأول الكلمة والكلام والكلم. الكلمة قالوا نعني بها هنا اللفظ المفرد، الكلمة الواحدة. نقصد بهنا يعني في هذا المقرر، في هذا المفهوم، لأن الكلمة قد تطلق ويراد بها كلمات، نحو قول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. هو ماذا قال؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذا ليس هذا المقصود، ليس المقصود الخطبة أو الحديث الطويل، نقصد بالكلمة هي الكلمة المفردة. نمثل عليها ونقول رجل يكتب، محمد قبل، كل هذه كلمات عبارة عن ألفاظ، عبارة عن ألفاظ مفردة. أما الكلام فهو اللفظ الذي يفيد فائدة يحصل السكوت عليها. لابد أن يفيد الكلام، يفيد معنى، لابد أن يفيد معنى. وحتى تفيد، لما أطلق الكلمة مفردة هي لا تفيد معنى في هذه الحالة. لما أقول رجل لم تفيد أي معنى. لما أقول يكتب لم يكن هناك معنى يحسن أن أسكت عليه. أما الكلام فلابد أن يكون عبارة عن حديث يفهم ويحسن السكوت عليه، إذ يعطي فائدة. وبالتالي فمن المتوقع أن الكلام لابد أن يتكون على الأقل من اسمين، مثل محمد مجتهد. هنا معنى حسن السكوت عليه. قد يتكون هذا الحد الأدنى من تكوين الكلام، قد يتكون من اسم وفعل أو فعل واسم، وهذا يحصل. مثلا أقول يذاكر محمد، أو يأكل محمد، أو يأكل ويقوم ويشرب، هذه الأفعال التي تتضمن فاعلا.
إذن هذا هو أدنى المعنى الذي يحسن السكوت عليه، أن يتكون الكلام من اسمين كحد أدنى، أو يتكون من اسم وفعل أو فعل واسم. أما الكلم فهو ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفد. ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أو لم يفد. إذن المناط الرئيسي في الكلام هو الفائدة، الكلام يعنى بالفائدة، أما الكلم فيعنى بالعدد، فيعنى بالعدد. الكلام قد يتكون من كلمتين، من ثلاث، من أربع، المهم أن يفيد. أما الكلم فلا بد أن يتجاوز كلمات ثلاث فأكثر، ثم أفاد أو لم يفد، ليس هذا هو المقصود في مفهوم الكلم. لعلنا نأخذ بعض التمارين المهمة في هذا المهم. العلم نور، هذه الكلمة أو هذه الجملة مكونة من كلمتين، مكونة من كلمتين، هل هي كلام أو كلم؟ هي كلام لأنها أفادت، لكنها ليست كلم لأنها لم تكن على ثلاث كلمات. إذن هي نقول كلام لا كلم. فهم الطالب الدرس، فهم الطالب الدرس، ثلاث كلمات أفادت، نعم أفادت معنى مفيد، إذن هي كلام. كم عدد هذه الكلمات؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة فأكثر، إذن هي كلم، إذن هو هذا هو كلام وكلم. سعيد، هكذا مفردة، هل هي كلام؟ ليست كلام لأنها لم تفيد معنى يحسن السكوت عليه. هل هي كلم؟ ليست كلم لأنها مكونة من لفظة واحدة، إذن هذا لا كلام ولا كلم. ليس البر أن، ليس البر أن، هذه مكونة من ثلاث كلمات، هل أفادت معنى يحسن السكوت؟ هل استمر المعنى وانتهى؟ ليس البر أن، هل يصح أن أقف عند هذا الحد ويفهم من هذا كلام؟ لا يفهم الكلام، إذن ليس كلام، هذا ليس كلام، لكنه إيش؟ كلم. لماذا كلم؟ لأنه ثلاث كلمات. إذن الكلم يعنى بالعدد، والكلام يعنى بالمعنى والإفادة. ننتقل إلى القاعدة الأساسية في علم النحو، والتي تبنى عليها كل قواعد هذا العلم، وربما كانت هي القاعدة الأولى التي كتبت في علم النحو، عندما كتب علي بن أبي طالب في رقعة: الكلمة اسم وفعل وحرف، ثم دفع بها إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: انحو هذا النحو. فكان هذا العلم الذي بني على هذه القاعدة الرئيسية. كل الكلمات العربية تنتظم في هذه المسارات الثلاث: أسماء أو أفعال أو حروف. نأتي إلى تعريف كل منها. الاسم، قال هو ما دل على مسمى، ما دل على مسمى وليس له علاقة بزمن. قلم، لما ينطق هذه الكلمة، لما تنطق فإنه يفهم تلك الأداة، يستقر في الذهن تلك الأداة التي تستعمل للكتابة، لكننا لا نفهم هل هو زمن مضى أم حاضر أم مستقبل. قلم، إذن قلم. من الأسماء، أسماء الأشخاص، أسماء البلدان والأماكن، كل المصادر من الأسماء، أسماء الزمان، أسماء المكان، اسم التفضيل، الظروف كلها، الأعداد والأرقام، كل هذه أسماء. إذن نقول قلم، محمد، مكة، فوق، شرب، وعلم، كل هذه تعد كلمات، تعد أسماء. لماذا؟ لأن لها تدل على، في نفسها تدل على معنى، لكن لا علاقة للزمن، أو لا يفهم أيضا زمن في نطقها. أما الفعل فما دل على حدث وزمن، يدل على شيئين، الفعل يدل على شيء، يدل على حدث وهو المصدر الذي فعل، ويدل على زمانه. لما أقول كتب دلني على أمرين: أن هناك حدث وهو الكتابة، ودل على أن زمانه قد حصل في الزمن الماضي. لما أقول يكتب يدل على أمرين:
أن هناك كتابة حصلت وهي تحدث في الزمن الحاضر. لما أقول اشرب يدل على أن هناك شرب وسيحصل هذا الشرب في الزمن المستقبل. هذا هو معنى الفعل. إذن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي وهو الحدث الذي مضى وانتهى، والمضارع وهو الحدث الذي يحصل الآن، والأمر وهو الحدث الذي يتضمن معنى الطلب وسيحصل في المستقبل. أما الحرف فهو ما دل على معنى في غيره. عندما يطلق الحرف وأعني به حروف المبنى كحروف الجر أو الاستفهام أو النداء، هي في ذاتها عندما تنطق لا يفهم منها شيء. لما أقول ب لا تفهم منه شيء، لما أقول في لا يفهم شيء، إنما عندما تأتي في سياق فهي تؤدي معنى عميق ومهم. لما أقول كتبت بالقلم، انظر كيف الباء هنا أعطت معنى جميل وربطت الجملة. إذن هو حرف الجر لا يدل على معنى في نفسه عندما ينطق منفردا، إنما يدل على معنى عندما ينطق في أسلوب وفي كلام. منها حروف الجر، حروف الجر، حروف النداء، حروف الجزم، وجميع هذه الحروف تسمى حروف المعاني وليست حروف المباني. هذا هو الدرس الأول في الوحدة الأولى. ألقاكم في الدرس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله.